أوريانت بودكاست نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. أهلا بكم. بعد سنة كاملة من رفضه لتجديد جواز سفره في السفارة السورية في ألمانيا، تمكن اللاجئ السوري محمد جمال في برلين من تجديد إقامته ولمدة ثانية مفعول 3 سنوات. ينضم إلينا عبر الصوت محمد جمال من برلين. صباح الخير عم محمد. صباح النور، أهلا وسهلا يا أخي محمد. يعني بداية، كيف قدرت تحصل على الإقامة الألمانية لمدة 3 سنوات من دون تجديد جواز السفر؟ أخي الكريم، أنا خلصت الإقامة عندي، جيت بال 2019، خلصت بال 20، فمددوا ليها لل 21 للشهر السادس. رحت لأجدد الإقامة، قالوا لي ما بنحسن جددها إلا بدك تروح على السفارة تجدد جوازك السفر. فرفضت مباشر، رفضت، وقال لي، قالت لي الموظفة بالأوسلندر، ليش عم ترفض يعني إنه تروح على السفارة طالما إنك أنت سفارة بلدك وكذا؟ قلت له أنا ماني مستعد روح أدفع ثمن الجواز لإلي، وبكرة زوجتي بدها تدفع أولادي، وأدفع ثمن هالجواز هذا ليقتل فيه أهلي وجيراني. فقالت لي ما في مجال، بدك تروح. وهي ورقة، عطتني ورقة موجودة عليها صورتي وبياناتي، وقالت لي روح بعد 3 شهور تجي. بعد 3 شهور فعلا رجعت، اجيت أنا، وطلبت مني مباشر انه طلعت الجواز او في عندك اثبات انك رحت على السفارة. قلت لها ما بطلعه، حكيت لها نفس الحكي. رجعت قالت لي لا يمكن، بدك ترجع تروح على السفارة. كمان جددت لي الورقة وحطت لي عليها صورتي وحطت لي عليها تاريخ 3 شهور، وقالت لي روح. 4 مرات على هالطريقة هاي ضليت انا وياها. 5 مرة هون صار لي سنة، يعني من تاريخ 14/7/21 ل 15/7/22 رحت، عطتني الإقامة 3 سنين. طبعا ضليت سنة أنا بمشي على ورقة عليها صورتي وبياناتي، والشباب ببرلين بيعرفوني وبيعرفوا أنه أنا وضعي صار معي التفاصيل كالآتي، وكلهم شجعوني. طبعا الشباب موجودين شجعوني، وأنا بشجع كل شيء إنسان لا يرد على الموظف بالأوسلندر إذا تبعته أو الموظف على السفارة، لأنه مهما كان بدهم يرجعوا يعطوك الإقامة اللي بتستحقها. طيب عم محمد، يعني بالنهاية ألمانيا يعني بلد فيها قانون، يعني ما خفت يعني أنه هذا الرفض يسبب لك أي مشكلة، ترحيل، رفض إقامة، أي أمر تاني؟ لا 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 لا، طالما أنا بلد قانون ما بخاف عدم مؤاخذة، عبيعطوني ورقة بمشي فيها، وأنا شخص نظامي ماني مخالف، ماني يعني ماني متخوف خالص. يعني أنت وقت ترفض تجديد جواز السفر لتجديد الإقامة، هل ما بتدخل أنت بمرحلة خطر هون أو في مرحلة مخالفة؟ لا 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 أبدا. طيب عم محمد، يعني هل كلفت محامي؟ هل دفعت أي مبالغ لحتى قدرت تحصل على الإقامة؟ ما كلفت محامي، مجرد الرفض، بس الرفض أنه أذهب على السفارة، هي كلفتني. تمام. محمد جمال اللاجئ السوري من ألمانيا، كنت معنا مباشرة في أورينت بودكاست عبر الصوت. شكرا كثير لتواجدك معنا في حلقة اليوم. شكرا لك أخي، شكرا. هذا البرنامج برعاية أورينت الإنسانية.